لطيف يا لطيف الصيف طبت علينا حكومة يا ربي دخيلك لك ينزعوا صباحكم الضرع وقت بتحجوا والله بل معي شيء يا عبد بابك خايف اطلع من النظور مين؟ أبرضا يا حي الله والله شوفوا راح أبدا ما عطل المساء إذا ما بتجيب المصاري راح أسلم كل الشركات الموقع عليهم من الدولة وأخليك تخطيخ بالحبوس طول بلا خلص هاي شواربي المساء بكونوا عندك معطرين المساكين ملفوفين بوردي هاي شواربي عبالك تفضل معك راح كاسة شاي الله أنت روّق تفضل ما بدي أتهرب زهرمان بخاري تضرب بها الشكل ما عطل المساء بس الله معك وقد عينك الله معك الله ما يوفق منين اجاني هات منين تدبر له المصاري الله انا هات حدا ما عم يصلي ساعة عم بيحكي على باب البيت ولك شباب صار لك ساعة عم تحكي عن باب عمين وقت هاد تبع ال بكون رايحين ورايحين ان شاء الله تبع شو ولك تبع غاز بس عني اذا لازمكم غاز ولا ما لازمنا ايش بعت التحقيق من الصبح ايش به ايوه مع انه هلا بيوني غير هيك في لنا بالموضوع ولك لا شو بكي ما بدا سوي لنا فطور بسرعه دخلت على شغل بدي اروح انا بسرعه سوي لنا فطور يلا من عمرك انا ليش اكيد عم يكذب بس شلون بدي اكشفه بسيطه يا بابا بدي اكشفك ولا لا اكشفك ايش في ايش العمل؟ لأ شورت علي أنا فيها صارت دلالة والزلمة بده مصاري لك متى حدا ما طلبنا منه وما كسر ايده وشحن عليها منين نجيب مصاري؟ منين بدي دبر له؟ في حاجة اسمها إتيكيت التعامل مع الزوج مش محتاجة أقوله معروف إن الرجل نعمة من نعم ربنا زي الأكل والشرب هو أحسن هذه النعمة اللي ربنا خلاها في الأرض ليها إتيكيت زي ما في آداب التعامل مع الطعام والله قلت على أدريها ما في غيره وقت الأزمات وين موبايلي وينه ألو أبو عبير الحبيب كيفك يا ملك الله يسامحك يا صاحب هيك اذا احنا المدح رشناك انت ما بتدق علينا وما بتبص علينا يعني لك انت من يومك مصلحتي ايش بدك مني لسه لك طول لي بالك شوي بدي منك هالخدمه الصغيره بس رقم معبده ببعتك اياه على واتس مرتي ايه معبده ابعتك رقمها بدي اياك تتصل عليها مكالمه وتقول لها مامتك اختك حماتك لا استثناء حماتك عادي كملي مينو هالرقم الغريب هاد؟ الو؟ مينو انت ولا؟ منين جبتوا عمي بعدين؟ لا انتوا ما عاد تشتغلوا على حالكم يا حقيرية تهفين انتوا يخرب بيتك من حالة قدم معلي اسمعي اشبك انا من طرف الشيخة مطيعة شو؟ وراك يخرب بيتك من حالك؟ ايش بدك انت والشيخة مطيعة مني؟ الشيخة مطيعة لقط لك مكان مش هتدفني فيه حجاب تبع جوزك بس بدها دفع في معك مصرات لك وين؟ ولك بدفع بس انت قل لي وين بتقولك في مزرعه معزونه على المدينه بتروحي وبتشوف الحجاب اللي عملت لك اياه بالمسبح اللي بالمزرعه وبتخلي جوزك ينزل يسبح فيه وتقضي لك وقت حلو مع جوزك يعني بس هلا تبعتي جوزك يدفع المبلغ للشخص جنب مول ازي والكيكي اللي جنب بيتك يخرب بيتك من حالك
ايش بدي اقول له عليك؟ قولي له انه لازم نقضي يومين حلوين مع بعض، بعيدين عن الاولاد وضجة الحياة، والطلعة تكون على حسابك. ها؟ وانت قلتها احط احط بسرعة احط. ابو عبادة يا روحي يا عمري، انت ايش بك؟ ايش في؟ حل عني. ابو عبادة انا ايش عم بقول بيني وبين حالي، انا وانت محتاجين هيك فترة نقاهة مع بعض، هيك نطلع نشم هوا هيك بشي مكان ظريف وحلو. والله يا ريت. بس منين يا حسرة؟ سيولة، فلوس، مصاري ما في، والولاد وين بدهم يروحوا؟ الله، بالنسبة للولاد بيروحوا عند ستهم، وبالنسبة للمصاري مجهزة كل شيء انا، حتى شفت مزرعة على الانترنت وحكيت مع صاحبها، مزرعة كتير حلوة، صاحبها اسمه أبو عبير، عم يستناك الله عند إلسي وايكيكي المول اللي فوق، تعطي مصاري تاوح جوز منه المزرعة ركبت. ايه قولي انك مخططة ومزبطة كل شيء فورا فريرا. روحي يا أبو عبادة، إلهي ما بدي عوضك كل قرش بعشرة. والله خسارة فيك المصاري، بس هي أوامر شيختنا، دستور من خاطرهم. والله وناقشت معك يا أبو عبادة، تعطي مصاري وتخرسه وابرض الحقير وتقضي لك يومين حلوين بالمزرعة. والله ضحكة فجرية. عجب ايش سبب هالاجتماع هذا ما بتعرفين؟ والله علمي علمك، كل اللي بعرفه قال لازم نجتمع بالصالون ضروري والكل. طيب انا جوعان، كان بخليني اكل بالاول يعني، صحتونا بركتونا، واحد جوعان ما فطر لسه. ممتاز ممتاز، كلياتكم نبيتوا النداء واجتمعتوا مثل ما قلت لكم. اسمعوني اشوف انت وياه وياه وياها، انتوا يا اولاد خلاص كبرتوا، كل واحد صاد شنتير، وصار يعني وقت انكم تحملوا المسؤوليه، فانا جيت هلا لحتى اقول لكم. بابا اوعك تياس، اوعك تياس، اكيد هذا المرض له علاج، رح نحاربه معك، نحن محتاجينك، خليك قوي. لا تقول بابا يا حوال الشباك بس. بابا ايمت بدك تموت بالضبط؟ قل لي مش هنزل لك خالي على الانستغرام، يعني ما حلو انت تموت وانا ما نزل ستوري، ما حلو بحقي. وليك ام عبادة صحت انا مريض وما لي خبر، ليه ما عطني؟ ولك الله لا يشعكم الخير واحد يقول التاني، ولك انتوا اغبياء ما في فائدة، نحن عنا الغباء بالعيلة متوارث عن طريق الجينات بين الاب وولاده. ولك يا اغبياء نحن رح نغيب عن البيت يومين بس. امي بدكم تروحوا على الحج يعني؟ امي انا بدي من هاي القلابية البيضاء الى تطريزة ذهبي من هون يجيبوا حجاج معهم، اوعي تنسيني. ولك ولك انتو شو انتو؟ انتو يا رب يا رب ترحمني من غباء اولادي، يا رب يا رب ترحمني من غباء اولادي يا رب. ولك انا رح ما مو انتو، بيركي عم بعملكم معاملة بني ادمين وانتو دواب بعير، نزعتوا مراي ينزعوا مراكم، انا من قولوا نغيب نهارين على البيت ونقولوا رايحة على الحج، لا رايحة على العمرة انا، انا مجهز جنطاي، ينزعوا مراكم نزعتوا مرائي. ايه وش هالعيلة بقى؟ ايش ما حكينا ما حدا بيعجبه شيء، ما حدا بيعجبه شيء منوب، تضربوا انتوا هالعيلة. قولي منيح ما قلت لك خلينا نروح عمرة قبل الحج، قولي. ما راح انتو بتطلع الساعة راسها اشتغل تليفونات. الو ايه امي شو؟ ولك اخوك مجودة كان لازم ياخذ اللقاح، نسيت اعطيه، نسيت اعطيه. ايه انا هلا المفروض مني ايش اعمل يعني؟ مثلا القبلة محطوطة بالغرفة، خدها واضربها بكتفه، شغلتها بسيطة ما بتوجه، اضربها بكتفه ماشي. من عيوني من عيوني التنتين، الف طلب مثل الطلب. سلام مجودة تعال عندي. لا 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 كل شيء للقبلة، كل شيء للقبلة. لا افتح مجودي، افتح القبلة ما بتخوف، هو والله كثير بسيطة، افتح انت. روحي من جي، ما بدي اضرب، ما بدي اضرب، ما لك اروح من هون. بسيطة، أنا بعرف أخليك شو تاخذ القبلة، بسيطة، بسيطة. كاستين عصير تفضل. لك ايه والله سلمون يا بنت عمي، لك يسلموا هديات. شايفه يا ام عبده؟ شايفه لو هالمزرعه كلياتها لنا؟ اخ بس يا سلام
كنت ضليت عم بجاكر نهله خانم وبطق قهر لام تحسن. ايوه انا كنت جبت امي واخواتي البنات كلياتهم كل يوم لعندنا لهون. اي لا ما حسرت على جستي امك واخواتك ما بيجوا لهون على جستي. أيوة والله علي الطلاله اجيبها لهون. يلا لشوف عجبك ولا لا. اي لك تعتبرني مطلعه لانه امك ما راح تجي لهون فهمان. تضرب انت وهالجيه ولك يخرب بيتك من حالك. طلاق مين وامي روينا يا معبده روينا شبكي روينا جايين عشنا يومين كويسين على اساس. انت ايش عم تعملي اليوم؟ بدك تسبحي؟ لا 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 ما بدي اسبحك. ما بعرف اسبح اصلا. انا بغط على قلبي ما بعرف عوم نو. لانك جبانه بتعرفي محسوبك اللي قدامك. انا كنت غويص بالمحيط الف لا والله يا ربي 2000 من الناس اللي غرقوا بالمحيط انا انقذتهم. مين بالك؟ ومو حي الله حدا بحسب بدخل على المحيط. ما حدا بدخل على المحيط غير اللي قلبه جفت. لك انا الحوت الازرق بذات نفسه كان يرتعب من سباحتي لما ادخل يهرب. ايه بس احنا بالبلد كلياتها ما عندنا محيطات. شلون انقذتهم؟ لا قصدي البحر. البحر بحر يعني ما هو انه محيط. بلغت شوي بحر يعني وبحر. إيه لا 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 معناها انت سبيح ميكين والدريع على ذلك. تعال افرجيك. طيب بالكم عمدك لا مو بدك لا لا لك الله يوفقك. ساعديني لك ساعديني لك مو الحوت الأزرق كان يرتعب من سباحتك بالمحيطات؟ فرجينا سباحتك هون. اش بخبر عمي لك عم بكذب عليك ما بعرف عومي بشبر بايب. لك ساعديني لك علي العادية. لك خلاص خلاص حاش طول مد النسوان. هات ايدك اطالعه. هات ايدك هات تعال. لك الله يوفقك ساعديك خلي الشيخة مطيعة وبقى تنفعك هي وحجاباتها. دستور من خاطركم انا رايح على البيت. يا بتنفدي يا اما بتسلمي اللوحات بخاطرك. لك ابو عبادة الله يوفقك لا تروح ابو عبادة. لك ابو عبادة يا لطيف يا لطيف يا لطيف دخيلك الحالي عم بغرق دخيلك. شوف في اي شيء لك مين عمل فيك هيك؟ الله لا يوفقك يا ابو بدر. شكل 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 لحظه شوي انت صوتك مو غريب علي من يوم. شلون يعني؟ مكتب. لحظة ذكرت مو انت اللي حكيت معي وقلت لي من طرف الشيخة مطيعة؟ لا انا شيخة مطيعة ما شيخة مطيعة. انا الفيولا ابو عبادة هو اللي عمل فيكي هيك. تعي احكي لك قصة بقى. حاضر دستور من انت انا روح على ام عبادة. روح على ام عبادة اللي غرقتها وقتلتها. جاي تنتقم منك. جاي اخذ حقك. انا دخلت. انا دخلت. لا 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 لا